السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. كيف حالك يا بنت الشيخ؟ الحمد لله. الشيخ خلف، ربنا يبارك. لا والله حضرتك والله اتفضل يا شيخ وائل. الله يبارك في حضرتك. أنا وياك. أختي توفاها الله من تقريبا من 10 سنين، وكانت مخطوبة وكان خطيبها عقد عليها اي، من 7 يعني. كيف كانت مخطوبة وخطيبها عقد عليها؟ يعني زوجة ولا مش زوجة؟ فهل هو يرث منها ولا لا؟ يعني معقود عليها ولا مش معقود عليها؟ معقود عليها ولم يدخل بها؟ أي يعني زوجة، هي زوجة، يرثها وترثه. يرثها. يرثها وترثه. هي توفاها الله. أنا قلت لك يرثها وترثه. تمام. له منها النصف. تمام جزاكم الله السلام خير. عليكم.